أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، 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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، 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 فكسونا العظام لحما، 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 ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، وكنتم ترابا وعظاما، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، 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 قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أإذا كنا عظاما نخرة،
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم إني وهن العظم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 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 فكسونا العظام لحما 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 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 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 وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 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 فكسونا العظام لحما 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 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 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 وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، 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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، 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 فكسونا العظام لحما، 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 ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، وكنتم ترابا وعظاما، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، 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 قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم 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 اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة 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 اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 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 فكسونا العظام لحما 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 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 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 وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم 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 اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة 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 اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، 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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، 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 فكسونا العظام لحما، 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 ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، وكنتم ترابا وعظاما، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، 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 قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم 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 اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة 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 اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 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 فكسونا العظام لحما 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 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام 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 وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 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 أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغي وإنا لصادقون. قال رب إني وهن العظم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد أصابت العظم اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد سببت هشاشة العظام اللهم احرق كل عين وحسد أصابت المفاصل اللهم احرق كل عين وحسد سببت آلام العظام 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 اللهم احرق كل عين وحسد سببت كسور 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 العظام اللهم احرق كل عقدة في العظم 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 اللهم احرق كل عقدة في الجمجمة 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 اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في العظم اللهم احرق كل عقدة في المفاصل 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 اللهم احرق كل عقدة في العمود الفقري 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 اللهم احرق كل عقدة في الركب 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 كل عقدة في الركب كل عقدة في الركب اللهم احرق كل عقدة في الأقدام
اللهم اشف العظام، 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 اللهم اشف العظام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها 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 ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا